بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب في المزي وغيره. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ. ولمسلم: توضأ وانضح فرجك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد خاتم النبيين والمرسلين، جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله تعالى: باب في المذي وغيره. معلوم أن اللقاء هذا وما سبقه من لقاءات وما سوف يأتي إن شاء الله إذا مد الله العمر هو في كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي، وسبق أن تكلمنا هذا في أول لقاء، ولازلنا في كتاب الطهارة، وسبق أبواب في الوضوء وفي مسح الخفين وفي الوضوء وأحكام الوضوء، ولازلنا في كما قلنا في الطهارة والكلام على بلوغ الكلب في الإناء إلى آخره. وهنا قد رحمه الله: باب في المذي وغيره. طبعا هذا المقصود هو الحديث عن نواقض الوضوء، بل في حديث في نواقض الوضوء وإزالة النجاسة، نواقض الوضوء وإزالة النجاسة. هل في فرق بين نواقض الوضوء وإزالة النجاسة يا زكريا؟ في فرق بين نواقض الوضوء وإزالة النجاسة؟ الفرق نواقض الوضوء وإزالة النجاسة، إيش الفرق وإيش العلاقة وإيش وقد يكون النجاسة لا ينقض الوضوء، وجود النجاسة قد يكون موجود ولا ينقض الوضوء، ولكن هذا صحيح. قد النجاسة لها، لكن ناقض الوضوء أو ما ينقض الوضوء أو نقض الوضوء، هل له اسم أو يعني ال 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 الوضوء من ناقض الوضوء أو بعد أن يحصل الناقض، ما يعني ماذا يسمى الناقض؟ حدث حدث أحسنت، حدث
إيش الفرق بين الحدث وإزالة النجاسة؟ الحدث الحدث قد يرفع الحدث بدون وجود النجاسة. هذا قد يكون إيش؟ قد يرفع الحدث بدون وجود النجاسة، وقد يستلزم الحدث وجود النجاسة أحيانا. كيف يعني؟ قد يكون إنسان محدث ولكن ليس متنجسا. نعم، الحدث أمر معنوي شرعي، والنجاسة أمر حسي. النجاسة أمر حسي، وكما تفضلتم قد يكون النقض بسبب خروج نجاسة، وقد يكون بسبب غير نجاسة، مثلا النوم ناقض وليس نجسا، الريح الخارجة ناقض وليست نجسة. فالحدث أمر شرعي تعبدي، الحدث أو الناقض يعني كون هذا ناقضا هذا أمر شرعي. الشارع هو الذي قال إذا نمتم فتوضأوا، وهو الذي قال إذا أحدثتم فتوضأوا. ولو أنه لم يطل... لو أنه يعني أذن لنا بالصلاة من غير وضوء لكان صحيحا، لكن الشارع قال لا صلاة إلا بوضوء، والوضوء يكون تطهرا بسبب حدث، والأحداث أمور معنوية الشارع هو الذي حددها وقدرها. ففي أصل أمور تعبدية، يعني أن نتوضأ مثلا من الخارج من السبيلين، ولا نتوضأ من الخارج من الأنف مثلا أو من الخارج من الفم. الأنف يخرج منه أشياء كما معلوم، ومع هذا لا الخارج من الأنف لا ينقض الوضوء، والخارج من السبيلين قد يكون نجسا وقد لا يكون نجسا، كما قلنا مثلا الريح ليست نجسة، والمني ليس نجسا على قول الصحيح، ومع هذا يجب الغسل. فليس هناك يعني ارتباط بين الناقض والنجاسة، قد يكون نجسا وقد يكون غير نجس. هنا المذي، قال رحمه الله باب في المذي وغيره. المذي هو يعني كما ذكر الشارح ابن دقيق في كتابه، طبعا بالذال مذي، وقيل بالدال وهو ضعيف مذي، وأيضا مذي بتخفيف الياء، وأيضا بتشديدها مذي كذلك أيضا، ويقال أمذى ومذى. وهو سائل رقيق يخرج مع الشهوة، وسواء الشهوة الكبيرة أو حتى عند التفكير أو حين عند الملاعبة أو المداعبة، فإنه يخرج هذا السائل الرقيق. وهو في الرجل والمرأة، المذي في الرجل والمرأة. وطبعا فرق بينه وبين المني، هو سائل رقيق، المني غليظ، والمني له رائحته معروفة. والمني غالبا يخرج دفقا بلذة، يخرج دفقا بلذة، بينما المذي لا يخرج من غير لذة. بل أحيانا قد لا يشعر الإنسان بخروجه. فالمقصود أنه يخرج عند المداعبة وعند التفكير، وهو نجس، المذي نجس، المني ليس نجسا. وسوف يأتي مزيد كلام على أحكام المذي. فأورد الشيخ رحمه الله حديث علي رضي الله عنه
قال عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء. مذاء صيغة مبالغة يعني كثير الإمذاء، كثير الإمذاء. فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحييت بيأيني، وهذا أفصح. وليكن ولا في بيأين واحد، استحييت فصيح، ولهذا في قرية بها في قراءتان: إن الله لا يستحيي من الحق، وإن الله لا يستحي من الحق، والأفصح الاستحيي بيأين، وهنا باليأين استحييت. والحياء معلوم هو حال تصيب الإنسان، حال من الانكسار بسبب يعني ما قد يعرض له من تخوف أو من ما يعاب أو يذم، فالإنسان يستحي. والحياء خلق كريم، الحياء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الحياء من الإيمان وأنه شعبة من الإيمان، وحينما وعظ رجل أخاه في الحياء منعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، إن الحياء من الإيمان دعه. فينبغي الإنسان أن يستحي، ولا يستحي للكرماء والنبلاء والذين ليس فقط يحفظون حقوق الناس بل يحفظون أنفسهم. ولهذا من نعمة الله على العبد أن يكون حيا، ولهذا اجتهدوا أن تكون أن 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 يعني أن تتصفوا بهذا الخلق الكريم. والفهاهة والوقاحة والجرأة ليست شجاعة، ولا تدل على الرجولة، ولا تدل على كما يقال قوة شخصية. لا، قوة الشخصية في الحياء، قوة الشخصية في المروءة، قوة الشخصية في احترام الناس والبعد عن ما يؤذيهم، أو ما يعني أن الإنسان يأتي بما يستحيى منه بشكل وقح أو بشكل جرأة يعني يؤذي نفسه يؤذي غيره. ولهذا يعني الحياء ممدوح، يعني شعور الإنسان بالحياء يدل على سمو نفسه. أي إنسان يستحي يدل على سمو نفسه، وعلى أنه يعني أولا يحترم نفسه ويحترم الآخرين. أما الذي عنده جرأة وإقدام فيما يعني يستحي منه، هذا ليس من المروءة وليس من قوة شخصية. نعم، أحيانا قد يكون إنسان في الجلسات خاصة مع زملائه وما يعني يتخفف، يمكن يتبسط، لكن هذا في حدود أدب. وإلا أحيانا قد يكون بعض المجالس الخاصة مع بعض الخاصين والأقارب ومع أو حتى أحيانا بعض الحالات في جلسات مثلا مباسطة أو جلسات نزهة أو نحو ذلك، قد يتخفف فيها الإنسان، وهذا لا بأس به، يتخفف الإنسان في مثل هذا، ومن أجل بث مزيد من الانبساط ومزيد من نشر السرور في الجالسين. لأن أيضا كثرة التحفظ وكثرة أحيانا الوقار في غير محله أحيانا يكون ثقيل، يكون صاحبه ثقيلا. لكن مهما كان يبقى الحياء خلق عظيم، خلق نبيل، وينبغي أن الإنسان يتفقد نفسه في الحياء. تفقدوا أنفسكم في الحياء، و يعني لا يظن الإنسان أنه بجرأته أو يعني إقدامه على الكلام في الآخرين أو يعني نوع من اللاق والسخرية فيهم، يظن أن هذا من الـ من الـ من الـ 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 يعني من
يعني من إما أن يظنه قوة شخصية أو يظنه من يعني كما يعبر المعاصر من خفة الدم. لا، إنما الحياة خلق ينبغي أن يتفقد المسلم الذي يحترم نفسه والذي يريد أن يحفظ فعلا مقامه ومكانته، يتفقد نفسه في اتصافه بهذا الخلق الكريم. فعلي رضي الله عنه يقول: استحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني أو لمكان ابنته، وهذا أيضا من خلقه رضي الله عنه. طبعا أنه زوج فاطمة، هو زوج والمذيم لا شك أنه يدل على نوع من الشهوة والمداعبة إلى آخره، يقول فاستحييت. وأيضا هذا ينبغي أن الإنسان مع أقاربه أيضا يستحي ولا يأتي بكلمات فاحشة في أو حركات فاحشة مع أقاربه، ولا سيما مثل هذه الحالة مع زوجه وعند الناس أو عند أقاربه، هذا لا ينبغي أبدا. ولهذا قال: لمكانته مني، وهذا خلق كريم. ولا شك أننا أسوتنا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا سيما سنة الخلفاء وعلي والخلفاء رضي الله عنه. علي خلفاء، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. ولهذا قال رضي الله عنه: فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله أمرا، أو هل كان علي حاضرا؟ هذه واحدة. والثاني: هل كان المقداد صرح بأن الحال هو لعلي؟ هذا كله قد يكون علي لم يكن حاضرا، قد لا يكون حاضرا، وقد يكون حاضرا لكن المقدار لم يذكر من هو صاحب المذي. فهذه كلها أمور يعني ذكر العلماء، يعني قد لا يكون إيمانه لا يكون حاضر، سأله هو غائب، وقد يكون حاضر لكن المقدار ما ذكر من هو السائل، لأنه لو ذكره ما يعني ما كان فيه يعني الاعتذار بأن استحييته. لا شك أنه استحيى، لأنه إما أنه ليس بحاضر، وإما أن المقتدى لم يذكر من هو صاحب السؤال. قال: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله، يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي إذا خرج، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. بمعنى أنه إذا خرج المذي من الإنسان فإنه ينتقض وضوءه، لأنه قال ويتوضأ. إذا كان الإنسان على وضوء ثم داعب أو يعني صدرت منه حركات استدعت خروج المذي، فإن خروج المذي ينتقض الوضوء. وأيضا المذي نجس، بدأنه قال يغسل، فلا يغسل إلا بسبب النجاسة. ثم قال يغسل ذكره، هل يغسل ذكره كله أو يغسل فقط الجزء الذي أصابه؟ المذهب عندنا أنه يغسل الذكر كله، وقيل يذكر فقط ما أصابه، يعني قد يكون رأس الذكر الجزء الذي أصابه المذي باعتبار أنه هو المتنجس. لكن النص يغسل ذكره، والأصل في الكلام الحقيقة، وهو أنه يغسل الجميع. ولعله لو اقتصر على محل خارج يكفي إن شاء الله. ويتوضأ، لأنه انتقض وضوءه، يغسل ذكره ويتوضأ. وللبخاري: اغسل ذكرك وتوضأ.
ولمسلم توضأ وانضح فرجك، توضأ وانضح فرجك. طبعا هنا رواية مسلم توضأ وانضح فرجك قد تفيد أنه أن الاستنجاء مثلا يكون بعد الوضوء، بمعنى لا مانع أن يكون بعد الوضوء، يعني لأنه خاصة إذا قلنا الواو لا تفيد يعني ترتيب، وقال بهذا قال بهذا بعض العلم، قال بعض العلم لا مانع أن يكون الاستنجاء بعد الوضوء، يكون الاستنجاء بعد الوضوء، لكن طبعا يكون لا يمس فرجه إلا من وراء حائل، يضع قفاز مثلا يضع قفاز ويستنجي، أو خرقة أو أي حائل بينها، بحيث لا يمس مباشرة فرجه، لأن مس الذكر مثلا ينقض الوضوء. وأيضا عند في المذهب عندنا كذلك أن مس الدبر حلقة الدبر أنها تنقض الوضوء، وكان هذا مرجوح، لكن المقصود أنه يعني إذا قلنا بأن الاستنجاء يكون بعد الوضوء فيكون من وراء حائل، فيكون يمسه من وراء حائل، ولكن الأولى أن يكون الوضوء أن يكون الاستنجاء قبل الوضوء، الاستنجاء قبل الوضوء. الاستنجاء طبعا هو إزالة أثر الأثر الخارج، الاستنجاء أو الاستجمار، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة أو نحوها كالمناديل أو الخرق أو نحو ذلك. المقصود أنه قال ولمسلم توضأ وانضح فرجك. الفرج سمي فرجا لانفراجه، بمعنى إذا قلنا إن الفرج من الانفراج فيدخل فيه الذكر و طبعا ذكر الرجل وفرج المرأة والدبر أيضا، لأن الدبر فيه انفراج، بينما الرواية الأولى يغسل ذكره، هنا قال يغسل فرجه، فالفرج من الانفراج فيكون يطلق على الذكر وعلى الدبر، وطبعا فرج المرأة هو ذكر الرجل. فقوله في مسلم فرجك يشمل الاثنين. طبعا عادةً هو هنا لا يغسل إلا ما أصابه، ولا يغسل غيره، مثلا لو أصاب الأنثيين خصيتين يغسلها، فما أصابه يغسله، أو حتى أصاب فخذه أو أصاب شيء من بدنه فلا بد من غسله، لأنه نجس، المذي نجس، فلا بد من غسل ما أصاب، أو أصاب ملابسه لا بد أن يغسله. إذن هذا الحديث يعني فيه فوائد كثيرة كما مر معنا. أولا طبعا الخارج من الذكر ثلاث أنواع أو أربعة، طبعا البول هذا معروف، والمني وهذا يخرج دفقا بلذات أيضا، والمذي وهو هذا الذي تكلمنا عنه، والودي، في شيء يسميه العلماء ودي، يعني عندنا البول وعندنا المني وعندنا المذي وعندنا الودي. الودي هذا هو الذي يخرج بعد البول، يخرج بعد البول، وأحيانا بعض الناس إذا تبول يخرج شيء يعني قد يكون غليظ أو يعني يختلف وصفه أو حاله أو غلظه أو لونه عن البول، هذا يسميه العلماء الودي، وهو ماء أبيض. فال
بقي مسألة، وهو هل يعني الخروج المذي أو الوضوء، أي نعم الغسل أو غسل ما أصابه، هل هو يعني تعبدي أو غير تعبدي؟ يعني معقول المعنى؟ إذا قلنا معقول المعنى النجاسة، إذا ما احتاج إلى نية، وإذا قلنا تعبدي فهو يحتاج إلى نية. إذا قلنا تعبدي فهو يحتاج إلى نية، لكن الظاهر أنه نجاسة للنجاسة، ولهذا لا يحتاج إلى نية، لكن هذا مما أثاره العلماء. و أيضا كما قلنا من 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 فوائد هذا الحديث أنه يعني الأدب مع الأقارب وحسن العشرة، ولا سيما أيضا فيما يتعلق بالمصاهرة، الإنسان يكون مؤدب مع أصهاره، ولا سيما فيما يتعلق بأحاديث المعاشرة ويتأدب. لكن مع الأسف يا إخواني، مع الوقت الحاضر ومع وسائل الإعلام ومع خاصة أدوات التواصل الاجتماعي، أصاب بعض الناس وقحة، ويتكلمون بأشياء ما كان ينبغي أن يتحدث فيها أبدا، ومما يدل على أن على سمو تعاليم ديننا، وأن الإنسان ينبغي أن يكون على خلق وعلى أدب، سواء ولا سيما مع يعني أقاربه ومع من حوله، يكون حسن عشرة ويكون لطيفا ويكون يعني مؤدبا ويحافظ على حيائه وعلى وقاره. وفي رواية مسلم وتوضأ وانضح، طبعا النضح وسوف يأتي معنا في الحديث اللي بعد هذا في النضح بالغلام، النضح يطلق على الغسل ويطلق على مجرد الرش، على مجرد الرش. هنا قال انضح، هنا انضح معنى غسل. لماذا؟ لأنه مفسر بالرواية قبلها، يعني ما قال وليغسل فرجه أو يغسل ذكره، فالنضح هنا بمعنى الغسل، لكن يأتي النضح بمعنى مجرد الرش، الرش الخفيف اللي من غير فرك. نعم. عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا أيضا من حديث الباب، لأنه قال باب في المذي وغيره، هذا من الغير، وهو كما قلنا أن الكلام عن نواقض الوضوء وإزالة النجاسة، نواقض الوضوء وإزالة النجاسة. هذا حديث عظيم، وحديث يعني من أكبر قواعد الدين وقواعد الفقه. قال عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا كما قلت الحديث من قواعد الإسلام، وقاعدة عظيمة تدخل في كل تكاتكوت في جميع أبواب الفقه، في كل أبواب الفقه، وهي اللي بنوا عليها حديث قاعدة اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، بمعنى إذا كنت في حال تعرفها ثم طرأ عليك شك فلا تلتفت إلى هذا الشك. مثلا تطوف أنت و هل يعني مثلا هل طفت ثلاثة أو أربعة
اليقين ثلاثة، وأنت شك في الرابع، فأنت تجعلها ثلاثة وتأتي بالرابع. مثلا في في في, في توضأت لصلاة الصبح وصليت مع المسلمين الفجر، فلما جاء أشرقت الشمس وأنت جالس شككت هل انتقى وضوءك أو لم ينتقض، لأن طال الوقت عليك لك ساعة متوضأ وساعة ونص، ثم شككت هل خرج منك شيء أو هل نعست أو نحو ذلك. نقول لا، اليقين أنك متوضئ، لأنك متوضئ فعلا وصليت الصبح بوضوء صحيح، فأنت على وضوئك، لأن اليقين لا يزول بالشك. فهذا الشك الطارئ، هذا الشك الطارئ لا تلتفت إليه، وإنما تبني على ما استيقنت، وأنت مستيقن الطهارة لأنك متوضئ، بخلاف لو أنك قمت من النوم، قمت من النوم ودخل الوقت سواء الفجر أو الظهر أو ثم شككت هل أنت توضأت أو ما توضأت. الأصل اليقين أنك لم تتوضأ لأنك كنت قائما من النوم، فإذا اليقين أنك لم تتوضأ، نقول عليك أن تتوضأ، لأنك ما شككت في الوضوء، ما شككت في عدم الوضوء، شككت في الوضوء، أنت متيقن أنك لم تتوضأ، لكن شكيت هل توضأت أو ما توضأت. نقول يقينك أنك لم تتوضأ، إذا عليك أن تتوضأ. ومثله طبعا يقع، تدخل في 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 الطهارة، يدخل في الصلاة، في عدد الركعات، في الطواف، في الطلاق، في الأيمان، في 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 في, في كثير من 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 أبواب الفقه، وفي الماء، وفي الوضوء، وفي كثير 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 في من أبواب الفقه. فهنا وسوف يتبين مزيد. قال شكيا، طبعا شكيا بس بالبناء بما لم يسمى فاعله، بعضهم يقول انه مبني على المجهول، له الاولى ان يقال ما لم يسمى فاعله. لماذا؟ لانه احيانا الفاعل معلوم، الفاعل معلوم لكنه أخفي لحكمة، إما أدبا وإما يعني عدم الحاجة إلى ذكره إلى آخره. ولهذا يعني ولا سيما في ما يتعلق بلفظ الجلالة أو بأسماء الله، إذا كان الفعل منسوب لله عز وجل وهو بالبناء المفعول، فإن ما يقال مبني المجهول، لأن الله غير مجهول. مثلا لو قال خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، فما يقال الإنسان مبني المجهول، لأن معلوم أن الله هو الخالق. ولهذا يقال ما مبني على ما لم يسمى فاعله، مبني على ما لم يسمى، وهذا أدب، ولا يقع مبني مجهول. هنا شكية طبعا إخفاء، ولا الشاكي هو نفس الراوي، الشاكي هو نفسه عبد الله بن زيد، هو الذي شكى، لكنه هنا يعني أخفاها من باب الأدب كما قلنا في حديث أيضا علي، فهو قد شكي لا يريد أن يذكر عن نفسه.
والشراح قال ان الشاكي هو نفسه هو زيد هو نفس عبد الله بن زيد هو الذي شكى هو الذي يعني شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه هو الراوي قال شكي بل هو الراوي قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء، ايضا الشيء هذا من الادب، والمقصود معلوم انه ان المقصود هو يجد في بطنه الشيء، والذي في بطن معلوم انه مما يستحي من ذكره ويستقدر ذكره سواء كان ريحا او كان غير ريح. فقال يجد الشيء، هذا من الادب انه لم يصرح بالشيء الذي سئل عنه سواء بولا او غائطا او ريحا او نحو ذلك او صوتا. فقال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يخيل اليه بمعنى انه ظن خيال. لماذا؟ لانه لو استيقن لابد ان يتوضا او ان يكون قد انتقل وضوءه، ولهذا يخيل بمعنى انه ليس شيئا متيقنا. يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه. طبعا في الصلاه يعني كانه هو يصلي سمع قرقره، صلي سمع معه تحركت وقرقره في بطنه في الصلاه يعني وهو يصلي. طبعا معلوم ان الحكم سواء في الصلاه او في غيرها كما قلنا لكم في الطواف في الوضوء الى اخره انه يجد شيئا في الصلاه. قال لا ينصرف بمعنى لا يلتفت إليه ولا يترك صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأن الصوت يعطي يقين والريح تعطي يقين، بمعنى لا ينصرف لمجرد الخيال ولا مجرد القرقرة. فالصوت ليس صوت القرقرة إنما صوت الخارج، صوت الضراط يعني لا حياء. أيضا هذا مما لا يستحيى منه، كان ينبغي أن ننبه في الحديث السابق، وهو أن أشياء العلم لا حياء فيه. الإنسان يعني يسأل عن الأشياء التي تحصل له ولو كانت مما يستحيى ذكره في المجلس العامة، لكنه من باب العلم ومن باب أيضا الدين، فلا حياء في الدين ولا حياء في العلم. لكن أيضا لا شك أنه يعني يتأدب في اللفظ، يعني إذا أمكن أن 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 أن, أن كما هنا أن يذكر أن 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 يستخدم أساليب مؤدبة، لأن هذا قال يخيل إليه أنه يجد الشيء، فمن الأدب أنه قال الشيء بينه سأل عن الخارج، لكنه بأسلوب مؤدب. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بمعنى أنه لابد أن لا يخرج أو لا يترك الحالة التي هو عليها إلا بيقين ناقل، بيقين ناقل. وإلى الأصل أن 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 الحال هو ما هو عليه، بمعنى أنه يبقى في صلاته ويبقى على وضوئه ولا يترك هذا إلا بيقين ناقل. المقصود أن هذا الحديث من ما تقوم عليه قواعد الإسلام، ومن وهي القاعدة العظيمة اليقين لا يزول بالشك، وعقد العلماء لها يعني مؤلفات ومصنفات كاملة عن هذه القاعدة، اليقين لا يزول بالشك. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.